ورجعنا لكم مرة أخرى في الدزيان بارتي ملعبة عندك إكسترا. كنت تشوفوا في الأجواء الحلوة اللي كانت في كارفور مول فسوس بين اللي كونديدام تاعنا اللي لعبوا غاديكا على شريون. جيو هوني للدزيان بارتي نلقاو الشيف أمينة بسيس تستنى فينا باش تحضر لنا المنيو تاعنا اليوم. خلينا نسلم عليها وناخذوا اقتراحاتها وتفاصيل على روسيت نتاعها البنينة. عاصمة نورس عاصمة الناس كل دونك اليوم جيتكم بروسيت سهلة برشا ويحبوها العباد الكل اللي هي مقرونة عربي من الدجاج واخترنا ديسير كريمة عربي اي بالتارت سافور اموند نتاع دايلين اي فوالا دونك لليوم باش نبداو بالصوص نتاع المقرونة باهي تحب تعملها معايا بيان سور نتعلم من عندك قول لي فوالا اي شنو نعمل دونك ناخذوا مع بعضنا شوية زيت دوزاج بالعين ديما ديما بالعين الله غالب بلاكس حاجه بيها برشا راه واحد يدوز بعين بون اما نجم نعطيك لا هذاك سي سور اللي انت تنجم تعطيني راه اما انا عجبتني على خاطر شيخ عليك على خاطر هكا جون وصغيره وطيب وتحب الكوجينه ومغرومه بالكوجينه ودوزي بالعين هاي البنه وين هاي والقوه نتاع الشيف فوالا جبت لنا الفلفل الاحمر زمني زاده الفلفل الاحمر الشيخ انا نحبه برشا دونك البشات ديما مطعم لازم نقصوه على سنين اي خليه الزريعة نتاعو باش تخرج الزريعة نتاعو تتقلى في الزيت هكاكا خليه يتقلى شوية في الزيت دونك باش ناخذو مع بعضنا باش نفوحو الصوص نتاع المقرونة نتاعنا أنا المقرونة العربية الحقيقة نعملها ديما بالطريقة هذايا أنت سميتها عربي علاش على خاطر فيها الفحات هذوما الفلفل الأحمر ولا إي باهي دونك باش نقليو الفلفل الشايح وباش نقليو معاه مغرفة هليسة عربي مغرفة ثوم اي انا نحط برشا ثوم عاد حاجه برشا ثوم تجي فيه وحاو بنينه وصحيه قد ما ناكلو ثوم به برشا ثوم هذا اللي كنتي باش تخلط ميرسي هذا كادو كادو وباش نحطوا مع بعضنا الطماطم كونسونتري نتاع التيكا اي اللي هي ايلو برودوي دو لاني دونك باش نحطوا الطماطم التيكا نتاعنا فوالا قادي نحط مغرفة حطوا مغرفة بالجاي باهي نقصوا شوية على الجاي وما نخافوش منها كي نحطوها على خاطر ماهيش قارصة الطماطم تتقلى جوست شوية فوالا باش تخلط كيف العادة تعمل ميلونج بين دوبل كونسونتخي والكونكاسيالاي اكزاكتومون باهي باش نحط شوية بالعين نقولوا اشتري حكا نحركوها بالكدا وباش نستعملوا الكويس دو بولي نتاع مليحه باهي انا قبيله خديت وقصيتهم ونظفته اه دونك حاضرين حاضرين فوالا باش نحط الراند الراند نتاعي انا الراند نحطه من الاول ومن الاخر باهي وباش نحايل شويه باش ناخذ الماء نتاع المقرونه قد الماء سخون يبدا يتنفس بالكيف لاي حتى تبدا تحط دونك حاجتنا بحليب باهي شنو حاجتك زبده؟ نوع حليبك هوا حليبك هوا بالعين زيد بالعين انا باش نعمل كامل الدسم حليب اي زيد شويه حليب نزيد جوست شيف بابي وننظف لو بلان دو ترافاي نتاعنا بالماكسينيت فوالا دونك الماكسينيت نتاعنا برودوي للكوجينا ينظف ويطهر ويعقم البلان دو ترافاي نتاعنا دونك اي مراه تبدا تدور وتنظف وطيب في الكوجينه ومتهنيه ما فماش دي بكتيريا بحذاها وتعطي حاجه نظيفه لعائلتها وريحته باهيه اون بلوس ما تقلقنيش واحنا نطيبوا فوالا نفقدوا الطنجره نتاعنا فوالا شايف حطيت فيها البطاطا اي
نتاعنا. قلنا مقرونة عربية كها. باهي نزيد الرند توا خاطر قلنا. نزيد أي آخر حاجة نحط فيها الرند مرة أخرى حاطينها من الأول ومن الآخر. سافا كيكا؟ سافا. باش نزيدوا شوية تيبل وكروية. باهي. هاكا باش نعطيك الحكاية المرية. غرفة نتاع قهوة. باهي. هاكا. شوية فلفل أكحل. هاي. شوية ملح. شوية بالكل فلفل زين. أنت بالعاني تطيب ومن بعد تفوحها خاطر فما ناس تفوح من اللورة. أي كل واحد كيفاش. باهي. هكذا نصور تقعد أبن الفحات تقعد ما تحرقش. أي. نحط المقرونة توا تحط المقرونة كوكيات نتاعنا نتاع ليبيدور. ديما نقولوا خبرة ليبيدور في الباتا عندها أكثر من 70 سنة. دونك شايف علاش اخترت باش تعمل كوكيات أنت اليوم ليبيدور؟ على خاطر الكوكيات تعجبني ونحسها كي نحطوها في مقرونة حمراء تبدا بالصوص تبدا مشخشخة هكا. أيوا. بي الصوص نتاعنا اون خطون قاعده تطيب واللي اخترنا اليوم نطيبوها بالكويس نتاع مليحه. الديسير اخترنا الكريمه ديري شايفه عملت ديليسي هذول كامل دسمه كيكه. اي وعملت حطيت في الحليب نتاعي زوز اصفر نتاع عظم. اي والاصفر نتاع العظم راه نحطوه في الكريمه العرضي على اللون لا هو على المطعم لا واحد شيء جوست على اللون قد ما تزيد اصفر قد ما تزيد زيت صفراء. انا حطيت كيما نقولوا نص لتر حليب هكاك. اي نص لتر حليب عليهم زوز اصفر نتاع عظم عليهم غرفة متاع نشي فوالا وعليهم مغرفتين سكر. انا الحقيقة ما نحبش نعملها سكري برشا حسا حاجة تبدأ فيها برشا سكر تفقد القوم تاعها وبعد باش نزيدوا اخر حاجة العطر شير بي دونك باش نحركوها على البلان نتاعنا. مقرونتنا عاد بها دابت خرجت الريحه نتاعها بنينه برش. باش نزيدوا لها اخر حاجه الفلفل هو حاضر باش جوست باش نحطو. هذايا نعرس نخليك انت تطيبها على الغاز انتر تان. انا باش باش ناخو التارت سافور اماند نتاع ديلي وباش ناخو وين باش نحط الكريمه نتاعي اخترت اللي باش نعملها في كوب نعملو دو كوب نورسة بيسور. انا وانتي بدك باش ندل رويحنا الزوزة من الروح للروح. ليه ومن بعد ما ننساوش باش نحطوا كيستي كيوفي زادة بعد صحين مقرونة عربية هكاياها معها الديسير الكريمة البنينة اللي مخلطة بالتارت دايلين نعملوا معاه كيستي كيوفي الكريمة العربية نتاعنا زادة. انت يا حاجة ديري هكا التارت أماند يعطي مطعم ياسر بنين مع العطر شيء. دونك ناخذوا التارت نتاعنا نفتفتوها فوالا اذا ما حابين بي جوست تطيب الكريمه. دونك نتفقدوا المقرونه نتاعنا مكتوب على الباكو 8 دقائق تعديو 5 دقائق ديجا عندك بها حضرت المقرونه نتاعنا حاضره من هون قاعده تطيب الصوص حضرتك بي شايف الناس اللي توا بداو يتبعوا فيك معانا في لعبة عندك اكسترا وكيفاش ينجموا يلقاوك كيفاش ينجموا يتصلوا بيك اسكو تعمل دي لايف ينجموا يسالوك على لي روسيت موجوده ديما عندك دي باج احكي لنا شويه على روحك. دونك اللي يحب يتصل بيا عندي باج فيسبوك اللي هي تريتور امينه بسايس ولا على رقم 27000279 وينجم اللي يحب يعرف اي غوسيت ولا يحب يسالني على اي مقادير ينجم يبعث لي ونجاوبوه في بي. تخدم ادوميسيل كي يجيوك دي كوموند نتاع فروحات هكاكا؟ نخدم بلوتو عن لوكال نخدم فيه. اي عندي اكيب تخدم وريبون بوزوان تاع لي كليون نتاعنا.
الحاجة اللي تعجبني في أمينة إنها قاعدة تخدم في ناس معاها وهكا وجه شباب جديد ودخلت نفس جون للكوجينة التونسية وتعرف برشا حاجات وديزاستوس تراوها صغيرة في العمر ما راهو تبارك الله التسيبة نتاعها بنين برشا وكل مرة حاسين وتبهرنا بحاجة من الحاجات اللي قاعدة طيب فيها. قاعدة تتعلم ولا؟ قاعدة نتعلم والله قاعدة تعلم فيا راه. دونك الكلمة نتاعنا حضرت؟ إي باش نزيدوا لها شوية عطر شيا. باهي. ما تحبش برشا ما تعمل عطر شيء ولا تحب؟ ليه نحب؟ خليها آخر حاجة نحطوها ما كانش تخرج الماء نتاعها. ما بابا تتهنى على الكريمة اللي هي طابت. أي نزيدوا العطر شيء. نزيد العطر شيء. طبعا شكون يعمل الماء وارد زيادة؟ بي. جوست تعمل غلوة صغيرة. تعلي في الغاز شوي. نتفقدوا الصوص تاع المقرونة. سي بون نورمال. حتى الصوص تاع المقرونة جابت؟ وي انت تدرسي الواحد نتاعك شيف ميرسي بوكو تعيشك يعطيك الصحة تبارك دونك خذينا لي كوب نتاعنا كيما قلنا عملناهم بالتاخت اماند نتاع دايلي نجمو كان نحبوها تجي تتقرمش نجمو نحطوها شويه في الفوق تحمى بعد ما نفتفتوها اي تعالي فوالا تفضل قلت لك مساعده هي لا راك ما نخليكش ما نخليكش هكاك ما خليكش تبدا تخمم وين باش تحطها ديما نلقف فوالا ها نزيدوها شويه كتعليك رد بالك مسخ روحك باهي باش نظفو لي كوب نتاعنا ونخليوهم يبردو نطفي على الصوصه الصوص تاع بطاطا خاطر قرت زيتها زيت Voilà, voilà. Oui, entre temps, on a fait le casting avec vous. Oui, bien sûr. Oui. Je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous faire un peu de temps. كيف العادة الناس اللي تسأل على كيوفي نقولوا راهو يتباع في يتباع في مغازات كارفور وكارفور ماركت جوست شيف تعطيني بابي مرحبا انا اللي باش نعاونك تفضل يعطيك صح وعطيني جوست الكيس والمغرفه اي اخترتنا كيوفي بالسكر الباكيج يعطيك صح ميرسي الباكيج نتاعو ساهل برشا اخزرو في الحالين كيفاش تقعد تخلط بين 15 و 20 سكوند تاي في تاريخ الإنسانية. وبنين. أي بنين على. برشا الناس قالوا لنا اللي هو تاي ذي اكتشاف. هو اكتشاف فعلا. ويسهل عليك حياتك هذا مش العباد كل تعرف طيب التاي. وانت زادة سهلت علينا حياتنا روكي راوك انت هكية صغيرة وتحب الكوجينة والطيب والتسيب متاعك يحضر في ساعة في ساعة سهلت علينا الكوجينة راه. كوجينة سهلة عمرها ما كانت سهلة. يعطيك الصحة. كان سهلوها تسهل. كاو. ساعات مش لازم عنا برشا حاجات وبرشا قضية ونبديو بالموجود بالموجود نعمل بالموجود نتعلم كل شيء فوالا كيستي يحضر نقعد نخلطو بين 15 و 20 سكوند كما قلنا من كيوفي تي بنين برشا وتعودنا بيها احنا على امتداد السيزون تاع لعب عندك اكسترا يكون حاضر معنا في طاولتنا دونك المقلولة نتاعنا الكوكيات نتاع ليبيدور خليناها 8 دقائق بعد 8 دقائق حضرت توا باش نحيو منها الماء طفيها وين نطفي لك على الغاز لجوي اكيد كما تعودتوا بها في اللعبه عندك اكسترا تبدا من كارفور كل مره في بلاصه المره هذه كنا في كارفور مول اوفسوس لعبنا غاديك على شاريو لعبه مزيانه بعد جينا هنا الدوزيام بارتي نلقاو فيها الشيف امينه اللي حضرت لنا مقرونه عربي وحضرت معاها شنو مقرونه عربي وانا مقرونه زنيه راهو باش العباد اللي يتفرجوا يقولوا شنو هي مقرونه عربي مقرونه نتاعنا التونسيه فيها البطاطا خاطر دقائق كان في تونس المقرونه بالبطاطا دونك باش حطوها من هون قبل الدغيساج بعد أول الدغيساج نشخشوها بالصوص الصوص متاعنا
اللون نتاعها احمر هكا خاطر الطماطم تاع سيكا. فوالا انت عملت ميلونج كيف العاده؟ عملت ميلونج بالك كونكاسي. حيلت عملت ميلونج بالطماط كونكاسي بسو و طماط كونسنتري بي. تزيدوها شويه صوص. تحب نزيدوها توا صوص ولا نحطوها من فوق؟ حطها من فوق. حطها من فوق. زيد شويه توا شويه من فوق. مبين. قد ما كنت مشخشخ قد ما كنت تخيل. ايه تهنى. وزيد اسمت كعبتين عظم يظهر لي المقرون. تزينوا بها. باهي. دونك هذايا هكا. ريت علي اخترت كوكيات نتاع لي بيدور. تو بركا فهمت. بحق كما قلت انت ال الصوص تقعد مشخشخة ايه. هكا شو كيفاه. دونك تحس روحك تكي في البات وفيها الصوص. صحيح. الدجاج نتاعنا نتاع مليحة. دونك حطوها هكا. اي. نزينوها. نبرقشوها. اي اي اي. كريحتها طلعت. فلفل الشيح نتاعنا. اي. البطاطا. نقول لك المقرونه هذه نتاع قلعية. شنو معناه؟ نتاع سواحلية ياكلوها البطاطا. فوالا الصوص نتاعنا حطيناها هكا هكاكا. ناخذوا العظم. هيك اخواني كذا. يا عايشة. ناخذوا العظم نتاعنا نقصوه على اثنين ونزينوا به. فوالا. الله 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 الله. حاجة هي لبرشة هي هيك عليك شيف. يا عايشك. اي فوالا. يعطيك صحة شيف. تصور المقرونة بنينة برشا بين يدياتك وسورتو عرفت كيفاش دللنا باللفحات البنينة الزمنية. زاد حتى الديسير ما عندك فيما تقول وكاسة كيوفي زاد اللي يكون حاضر معانا اليوم. هكايا كانت أجواء اللعبة عندك اكسترا في الدوزيام بارتي مع شيف أمينة بسيس اللي حضرت لنا المقرونة حضرت لنا الديسير زاد البنينة اللي هو بتاغت أموند من دايلين. نقول أنا ميرسي لسنتر فيمينا بيوتي على المكياج والشعر واللونغلوري. نقول ميرسي بوكو لبلال ملولي على اليونيفورم اللي عملوا لي. والمكياج نتاعك. سهير نجاح ميرسي بوكو. دونك الناس الكل اللي يتبعوا فينا ينجموا يلقاو شيف أمينة بسيس في الباج فيسبوك نتاعها. اللي هي تريتور أمينة بسيس ولا ينجموا يتصلوا بها على رقم 27 000 279. يعطيك الصحة إن شاء الله تكون عجبتكم حصتنا لليوم وهكايا وفات. باي باي. يا مسيو يا مدام اربح يا مشاري ورمضان كانك تكنس ودي قردي. سيكا مي العمارة وبسرها تزهينا. ليبيدور هي الأصل. مؤسسة الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد.